يوم الملحمة، يوم الملحمة والأهلي والهلال السوداني، وإحنا وصلنا استاد القاهرة وبعد ما قعدنا 4-5 ساعات عشان نحجز درجة تالتة ما عرفناش، فاضطرينا نحجز درجة أولى. محمد حبيب خالد، ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ إن شاء الله نكسب النهاردة إن شاء الله بإذن الله يا رب. إحنا يا دوب فطرنا ونزلنا، بصراحة في ناس من قبل الفطار موجودة جوه الملعب، وانا سامع حتى صوت الجمهور من هنا وانا لسه بره على البوابه. شفنا الصور قبل الماتش، الناس كلها في الملعب من قبل الفطار، ناس جايه من المنيا واللي جاي من سوهاج واللي جاي من اسوان واللي جاي من كفر الدوار واللي جاي من المنصوره. يعني يوم ذكريات الزمن الجميل، ايام ما كان 70,000 بيقفلوا الملعب. محمد يمكن لسه من الجيل الجديد اللي اول ماتش يحضره بالعدد ده كله. انا مش كبير قوي يعني، لكن من 2005 او 2006 لحد 2011 الجمهور ده كان بيقفل كل الماتشات، وكان اي فرقه بتيجي عندنا بتاخد 3 4 وتروح. فهو النهارده اول مره يحضر التجربه دي، واعتقد في ناس كتير رب 3 و4 ان شاء الله ربنا يستر. لكن برضو النهارده يعني اعتقد في ناس كتير قوي اول مره تشوف الرقم ده في ماتش للاهلي. شفناه مع المنتخب، لكن السنين الاخيره ما شفناهوش كتير. ان شاء الله باذن الله اللعيبه تفرحنا النهارده وتسترجل، اهم حاجه ما يعملوش فصل بايخ، وباذن الله ان شاء الله نكسب النهارده. وكل الجمهور اللي موجود النهارده من الساعه 2 و3 وجاي من محافظات من قبل الماتش وهو صايم جاي يفطر في الماتش، والناس اللي مسافره من امبارح من اسوان، الناس دي كلها تفرح، واللعيبه تبقى عارفه ان هي لازم تسترجل النهارده عشان تفرح كل الناس اللي جايه تشجع الفرقه النهارده في الفرصه الاخيره واللي جات لنا بدعاء من ملايين من الناس، ان احنا النهارده يبقى لسه عندنا امل واحنا بنلعب اخر ماتش. توقعك يا محمد؟ ان شاء الله 3-0. ما شاء الله انت متفائل يا رب. طيب انا متوقع 3-1، ربنا يكرم ان شاء الله. 1-0، 3-1، 4-2، 3-0، اي حاجه، المهم ان شاء الله نقدر نكسب. كان نفسنا نقعد في الثالثه شمال، لكن ان شاء الله متعوضه باذن الله في ماتشات ثانيه. يلا بينا.
Thank you.
لا لا اقفل سمعونا حسكم ايه 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 اللي حصل عندكم ايه ايه ما تسمعونا حسكم ايه 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 اللي حصل عندكم ايه ايه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الف مبروك الاهلي كسب 3-0 كان ماتش حلو على الاهلي الجمهور النهارده كان حاجه مش طبيعيه الناس كلها يعني من الدقيقه الاولى دي 90 بتشجع يعني الجمهور كان مالي الملعب النهارده ويا رب ان شاء الله الماتشات اللي جايه كلها تبقى كده تاهلنا الحمد لله 3 مع الرافع ان شاء الله باذن الله اللي جاي الراجل ده اكتر واحد تعب في الماتش يا جماعه يا عم حبيبي يا عم حبيبي حبيبي
فالحمد لله ومبروك علينا كلنا ان شاء الله باذن الله. يمكن اللي حصل ده يكون في خير لينا وناخد البطوله، كنا خلاص بره ضربه الجزاء بتاعه اطهر الطاهر لو كانت دخلت في صن داونز كنا خرجنا دلوقتي، لكن ربنا بيسبب الاسباب ضيع ضربه الجزاء عشان احنا نلعب النهارده على ارضنا وسط 60,000 جمهور الاهلي كل كان بيشجع من الدقيقه الاولى لدقيقه 90، وقدرنا ان احنا نكسب 3-0 مع الرقفه. مبروك لكل جمهور الاهلي، الناس دي قبل الفطار جايه من كل حته، جايه من المنيا ومن سوهاج ومن اسوان وكفر الدوار ومنصوره وكل كل المحافظات عشان الناس من قبل الفطار موجوده عشان الاهلي. اول ما اتفتح الجمهور واتفتح المدرجات لكل الناس، الناس جت ما اتاخرتش والناس هتقفل، لو كل ماتش اتفتح كده الناس كلها تيجي. الف مبروك علينا كلنا، نستحق الفرحه دي ان شاء الله باذن الله. لسه ما عملناش حاجه ان شاء الله باذن الله، البطوله السنه دي برضو طب الحمد لله ان شاء الله الماتش الجاي نكسب وباذن الله ان شاء الله البطوله بتاعتنا. ويعني شكرا لكل الناس، شكرا للعيبه وشكرا للاداره وشكرا لمران عطيه على ماتش كبير، بيرسي تاو عن ماتش كبير جدا، كهربا وحسين الشحات وكل الناس. ايوه الف مبروك علينا. حبيبي يا عم وائل، مبروك يا جماعه وان شاء الله باذن الله نشوفكم حاجات تانية كتير. مبروك دكتور احمد، مبروك انت كمان، نشوفكم جاي، سلام.